أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة وحلقة خاصة عبر هذا البرنامج الوطني الكبير، وضيوفنا في كل حلقة من القطاع الخاص والعاملين ووزارة الصحة. ونحن الآن في مخيم البقعة، وضيفتنا لهذه الحلقة الدكتورة لميس محمد حسن ملحم، وهذه الطبيبة لها صولات وجولات خارج هذا الوطن ونشاطات شتى أكيد كاختصاصي طب وجراحة عامة وأيضا نسائية وتوليد، وهي أشهر من أن تعرف في هذا القطاع. دكتورة لميس، بداية مرحب فيك في هذا البرنامج الوطني الكبير ساعة طبية، وبنحكي لك مساء الخير. أهلا وسهلا. مساء الخير. نعم دكتورة لميس، أكيد أنت أشهر من أن تعرفي في هذا القطاع وهذا الاختصاص أكيد، ولك الباع الطويل والخبرة ونشاطات كبرى ما شاء الله خارج هذا الوطن وداخل هذا الوطن. بداية حابين نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، نتحدث عن هذه المسيرة الطويلة قبل افتتاح هذه العيادة، تفضل. يعني أنا بداية كنت مسجلة في وزارة الصحة أساس أشتغل أو أعمل اختصاص هنا في الأردن، وما طلع لي يعني ما صار تعيين إلي، فقررت أني أفتح عيادة. طبعا كنت مشتغلة في البشير، مستشفى البشير، واشتغلت في المستشفى الإسلامي فترة في قسم النسائية والتوليد في المستشفى الإسلامي، فقلت أنه أنا رح أفتح في منطقة شعبية. من البداية اخترت أنه أكون في منطقة شعبية لأشياء كثيرة، يعني في بالي كنت أول إشي قلت ممكن يكون شغل أكثر، ثاني إشي ممكن أساهم في مساعدات في أشياء، وممكن تكون حياة اجتماعية غير الحياة اللي أنا متعودة عليها. يعني أنا خليني أكون وسط الناس الشعبيين اللي البسطاء، خاصة بعد ما تعاملت معهم في المستشفى الإسلامي والبشير. فقررت وين بدي، فأخيرا قررت صاحبتي مديرة مدرسة البقعة الثانوية للبنات، قالت لي إنه شو رأيك تيجي على البقعة؟ فقلت لها بدي أنزل أشوف. شغلنا السيارة وجيت هون، لفيت على أطباء أخذت رأيهم فيما لو أنا فتحت هون كيف بكون الوضع. طبعا إشي منهم قال لي أهربي وبدكيش الشغل هذا، وإشي قال لي والله أنت بتشتغلي كونك يعني دكتورات قليل في المخيم والستات بيحبوا دكتورات يعني. فخلص كنت أنا أصلا ماخذ قرار إنه أنا بدي منطقة شعبية، فأخذت قراري وأنا في البقعة إنه أنا بدي هذا. المهم لفينا، وين تاني يوم انزلت صاحبتي برضو ساعدتني وين دلائي منطقة يعني يكون في عليها إجر وشغل يعني ينعرف اسمي فيها. طبعا هي في هالسيركل هذا اللي هو منطقة السوق المناطق الشعبية هذه، فاخترت تنقلت طبعا مرتين ثلاثة من محل لمحل عند ما استقريت في الشارع الفرعي اللي انتو شايفينه هذا، اللي بحاول اني اعمل وجه للعيادة بس مش قادرة لانه بسطات الخضرة والفواكه لكن جميل جدا. يعني انا 33 سنة من اجمل ايام حياتي ريلي. يعني انا درست برا، انا دراستي الاولى في رومانيا وبعدين درست في فرنسا بعدين جيت على المخيم. كنت لما اصف سيارتي باب العيادة إذا حدا مسكها كل الحارة تقوم، لا سيارتي الدكتورة، هاي الدكتورة هاي. فمن هون بلشت أنعرف في المخيم. طبعا في البداية أنت بتعرف أنا مبتدئة وعندي طموح وبدي أعمل اختصاص وبدي 100 شغلة في راسي، بس بلش الشغل يزيد عندي وبلش ياخد كل وقتي والمعرفة وخبرتك ما شاء الله كمان في المنطقة. فالحمد لله، هو يعني شو اللي بدي يوصل الإنسان لهدفه هي معرفتك خبرتك وتعليمك وإدارتك للشغلة. وسمعتك يعني ما شاء الله، الله يخليك. نعم. شكرا. فإدارتك للإشي هي أهم إشي، إنه كيف تدير. كنت أعمل برامج، كنا نجيب كان بابا مسؤول يعني في
في السلطة الفلسطينية، فكاني يودي لي أواعي للفقراء، أواعي جديدة للأطفال، أوزعهم. عيادتي كانت هذه توزيع صوبات، حرمات، جزاكم الله شو يجي. وحتى مش بس للمخيم، حتى أنا بيجيني من القرى حوالين البقعة. أي حالة فقيرة أول إشي كنت أخد إشي رمزي منهم، ما أخد كشفية كاملة، عندي أشياء أعطيها نوزع. بتعرف في رمضان الزكاة صارت، اللي صديقاتي بعمان اللي بيعرفوني بدهم يوزعوا زكاة يعطوني إياها منشان نوزعها على الفقراء، وأنا بعرف كل دار في المخيم، خاصة دور الفقراء المساكين كلياتها، حتى اللي بيجوني من القرى مساكين كمان كنت أعطيهم. فشغلي اندمجت فيه لدرجة إني نسيت حالي، إنه أنا في البداية بدي أعمل اختصاص من حلاوة الشغل. الناس المقتدرين أخذ حقي منهم، المش مقتدرين أخذ إشي رمزي. ليش؟ لأنه إذا أنا بدي بالمرة عالجهم مجاني بدها تصير عيادتي، يعني كيف بدي أقول لك، نزلت على السوق راسها بوجه حتميل علي. أنا عيادتي عليها إجر كتير وناس كتير، فلما يجوا يأخذوا دور هذا منا. فكنا قديش بنقدر نساعد، يعني هيك كانت بدايتي، ولحد الآن على نفس الطريقة طبعا. جميل جميل. نعم. يعني دكتور رح نحكي شغلنا بشكل عام توعية صحية، تثقيف للمريض حتى على مستوى المريض. يعني أنا لما بقعد مع المريضة بحتاجوا المرضى اللي برا ليش بتطولي، لأنه مرات كتيرة بحتاج أني أعطي زي درس توعية للمريضة، كيف تتصرف، كيف تدير بالها حالها، كيف يعني من كل النواحي الصحية حتى لأولادها. فأنا مش يعني واقف شغلي إني أحكم وأمشي، عرفت كيف، أفحص ويلا. في كتير ستات عندهم مشاكل يمكن تجيني مش مريضة، ولكن في مشاكل اللي خلتها مريضة، بحل هذه المشاكل قد ما بقدر، وبناء عليه ببلش علاجي معها. جميل. بداية دكتورة نحكي لك الله يجزيكم الخير. الله يخليك. وأكيد والله يقدر ظروف كل أكيد مريض أو مريضة، ويقدر أي ظرف أكيد في هذا المخيم، مخيم البقعة الشعبي. أكيد أنت عملتي أداء كثير مميز أنك إجيتي لهذه المنطقة. بالعكس، الله يجزيك الخير دكتورة. الله يخليك ويحفظ أخاك. يعني الله يحييك دكتورة لميس. ننتقل الآن إلى خدمات هذه العيادة، ماذا تخدم هذه المنطقة بشكل عام؟ هاي بتخدم أهل البقعة، بتخدم القرى اللي حوالين البقعة، وحتى المدن القريبة. يعني بيجيني من عجلون، من جرش، من مادبة، من سحاب، من الغور، ثلاث أرباع مرضاي من الغور. والقرى اللي بين هذه المناطق، السلط، من عمان بيجوني. يعني بتعرف لما واحد بيسمع عن دكتور شاطر يمكن يروح له بلاد. أنا بيجوني من الإمارات. أكيد 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 أكيد. هذه تخدم هدول الناس. نعم. يعني أنت حكيت بيجيكوا أيضا من الإمارات ومن السعودية، من دول الخليج ما شاء الله. نعم. يعني خبرتك ما شاء الله، أكيد لك نشاطات دكتورة. يعني لا، هي أنا نشاطاتي كلها مؤتمرات كتير. يعني بالسنة يمكن نسافر 3 أو 4 مرات. نعم. مؤتمرات، في منها دولية، في منها مؤتمرات أردنية تثقيفية طبعا. الأطباء أبديتينج مع آخر مستجدات العلم، شو كله هذا احنا نطلعوا بالتطور العلمي. أكيد. نعم. أكيد. أكيد. نعم. نعم دكتور، نتحدث الان عن بعد هذه المؤتمرات والنشاطات، نتحدث عن ابرز الحالات اللي بوجهها المرضى داخل هذه العياده بالنسبه للنسائيه والتوليد. نعم. كل شيء بيخطر على بالك في مناطق شعبيه ممكن تشوفها. كل شيء، حتى حالات نادره بكون قراتها بس قراءه وانا بالجامعه بشوفها هون. نعم دكتورة، يعني متابعة الحمل أكيد، شو بتحب توجه رسالة أكيد لكل امرأة بالنسبة لمتابعة الحمل، للمراجعة الدورية للحمل الأول،
للمرأة. نعم. الحامل تفضل. يعني الحمل مش إشي سهل صراحة، قد ما بعض الستات بياخدوا أنا حامل وبينسوا حالهم، هذه يعني كتير غلط. متابعة الحمل من أهم الأشياء اللي أنا بقوم فيها في العيادة هذه بصراحة، وخاصة للبنات الجداد اللي بيكونوا حوامل أول مرة أو تاني مرة، بنعطيهم توعية، بنفهمهم شو راح يعملوا، بعطيهم البرنامج كامل لتسع شهور، بيتابعوا معي جزء كبير. احنا بنقول المناطق الشعبية يمكن مستهترين في حالهم، بس انا اشتغلت زي ما قلت لك في الاسلامي، انا بلاقي الناس اللي معهم مصاري بيبخلوا على حالهم، بس هون اذا الوحدة معها حق الكشفية تترك كل شيء وبتيجي، فبتابعوا منيح. فبنعطيهم برنامج الحمل كامل، شو راح نعمل من الشهر الأول للشهر التاسع، وكيف لازم تلتزم في اللي بنحكيه، في الفحوصات الدورية اللي بنعملها، أي إشي بتحس فيه مش إشي طبيعي لازم تستشير الدكتور، نقول لهم اتصلوا فينا، إذا بدنا إياكم منقولكم تعالوا، إذا منحل المشكلة على التليفون نقدر منحلها على التليفون. جميل جميل. عشان نختصر عليهم. جميل. نعم دكتور، أكيد إحنا بنحكي للحمل الأول، لكن شو بتحب توجه رسالة أيضا بالنسبة لنا لتوعية أكثر أيضا بالنسبة للنشاطات الرياضية، الابتعاد عن التدخين؟ أكيد له مضار كثير للمرأة الحاملة. أكيد أكيد. أول إشي للست الحامل، في كتير بيجوني بدخلوا بقول لهم تحطوا الدخان على الجهة، بدكم بيبي مكتمل ما يكونش وزنه نازل، صحي منيح، وانت منيحة فترة الحمل تتركوا التدخين. وهذا اللي بالفعل بعمله رأسا، يعني بحاول اللي معها بكيت تكبوا في سطل زبالة قد ما بخوفهم، ومعاي حق اني اخوفهم. أكيد أكيد. لانه كتير كتير اثار جانبية للتدخين في الحمل بشكل إشي مش طبيعي. جميل. نعم دكتورة، خلنا نوضح أكيد للسادة المشاهدين بالنسبة للسيدات الحوامل، يعني إن شاء الله ما يصير مع أي امرأة حامل تسمم الحمل، شو المقصود فيه؟ تسمم حمل هو أول إشي إحنا من بداية الحمل بنهيئ المرأة تدير بالها من إن نوصل لتسمم الحمل. هلا في أشياء، في عوامل وراثية إنه يرتفع ضغطها، يرتفع السكر، فهذه إحنا ما بنقدر نسيطر عليها، ولكن أنا كل واحدة أوفر ويت بكون وزنها كبير أو أثناء الحمل بلش وزنها يزيد بشكل كبير ببلش أنصح فيهم. الملحنا نبعد عنه، السكرنا نبعد عنه، حتى بالحمل بقولوا لا روحي نامي أبصر إيش، لا امشي تحركي، نشاطات رياضية. طبعا طبعا تحركي، حتى في أوروبا في تمارين خاصة للحوامل، وهذه التمارين أنا عمالي بحاول أعطيها للستات على أساس يسهل عملية الولادة، أبعدهم عن تسمم الحمل. طبعا تسمم الحمل عندنا الضغط، عندنا سكر الحمل وضغط الحمل هو من أخطر عاملين ممكن يؤدوا لتسمم الحمل. وأنا من بداية الحمل لما قلت لك أنه أنا بعمل توعية للنسوان من بداية الحمل عشان أريح راسي فترة الحمل، زي ما قلت لك أنه مش كتير بيلتزموا، وبالتالي ممكن ينصابوا بتسمم الحمل. نعم. طبعا وقلت لك أنه مرات كتير العامل الوراثي بيلعب دور أنه بيرتفع الضغط، لأنه في العائلة في هيستوري أوف، يعني بيكون تاريخ مرضي دهنيات وهي سكري. نعم. الضغط، يعني ممكن يكون عامل وزن الزائد بيعمل هاي المشكلة، فإحنا بنبلش نوعيهم من البداية. يعني السمنة ممكن تعمل كمان تسمم الحمل. نعم نعم. إذا بتنصح المريضة في أثناء الحمل بشكل كبير وقتها بنخاف. نعم. وقتها بنخاف. نعم دكتورة، المراجعة الدورية لها دور مهم أكيد بالمرأة الحاملة. أكيد. يعني كل شهر. يعني اللي حالتها منيحة دكتورة والله ما بقدر أنا كل شهر، ممكن أقولها شهر ونص، ممكن شهر ونص بشوف عادي. بس اللي بتكون حالتهم مهددين بتسمم الحمل، بكون حالتهم شوية
صعبة، أمراض تانية، لا بخليهم يلتزموا بالشهرية، زيارة الشهرية. في ستات كتير في عندهم مشاكل إجهاض متكرر، عندهم مثلا مرات فيروسات، مرات تخثر دم. هدول إحنا أول 3 شهور بنتابعهم متابعة حثيثة، كل أسبوعين مرة، كل 3 أسابيع مرة، بعدين لما يستقر وضعهم ويثبت الحمل بنخليهم كل شهر مرة. جميل. دكتورة لميس، يعني بعد الخبرة الطويلة أكيد في هذا القطاع وهذا الاختصاص وخبرتك ما شاء الله، كيف ترى تطور هذا القطاع النسائي والتوليد؟ أكيد أنت أحد كفاءات هذا الوطن، أكيد في هذا الله الوطن يخليك. كيف بتشوفه بالنسبة لمستوى الدول العربية؟ ويوجد كفاءات أكيد من الأردن في الدول العربية، كيف نعم. بتشوف تطور هذا القطاع الطبي؟ احنا شوف يعني اغلب حتى المحاضرات اللي بنحضرها برا اغلبيتها نسائية وتوليد، عرفت كيف، وكلها زي ما قلت لك بتعطينا اخر مستجدات الوضع لايش وصل العلم الحديث في شغلنا. وبالتالي إذا بتلاحظ أو كنا نلاحظ قبل فترة إنه حتى الستات، أنا مثلا عندي عائلة في تبوك، العائلة بالليل العشيرة كلياتها عندي من أول يوم بالحمل لعند ما يكملوا. عندي بعرف شو مستوى الطب في السعودية، ولكن بحسهم بهربوا بيجوا يتعالجوا هون. يعني حتى للحمل بيجوا بتعالجوا عنا، تكون الوحدة 4-5 سنين مش حامل بيجوا بتعالجوا عنا. أنا بعتبر الأردن من أحسن الدول في الشرق الأوسط على المستوى الطبي بكل تخصصاته، نعم. مش بس النسائية، في عنا مبدعين. وأنت أمثالهم ما شاء الله دكتورة، الله يخليك، الله يحفظك يا دكتورة. نعم. مبدعين يعني، فإذا لاحظت الكل أجا هون، ولكن لظروف ما بعرف إيش خفت شوي. نعم يعني دكتورة أكيد ها هم الأردنيات هاماتهم عالية ما شاء الله، مثل الدكتورة لميس محمد حسن الملحم. دكتورة رسالتك للخريجين والخريجات الجدد، فرسان وفارسات التغيير اللي بتجوا لهذا الاختصاص، شو لازم للنسائية قبل ما تتجه لهذا الاختصاص بعد الجامعة، خلصت الجامعة شاب أو فتاة من فرسان وفرسات تغيير، شو بتحب توجه لهم رسالة؟ بدهم يصبروا. الصبر مفتاح الفرج. نعم يعني أنا أول ما فتحت عيادتي كنت أخذ مصروفي من بابا، بنزين السيارة من بابا، عدت 6 شهور فتحت أنا وثلاث أطباء، في طبيبين سكروا وروحوا، لو ضلهم كمان كان صار لهم وضع. أكيد. أول إشي بدهم يصبروا، بدهم يكونوا أبديتينج مع العلم، بدهم يتابعوا وبدهم يتعبوا. يعني إحنا تعبنا لو وصلنا. أكيد. يعني بنحكي لجيل الشباب والشابات، من صار على الدرب وصلوا لكل مجتهد. نعم ورح يوصلوا، ورح يوصلوا. نعم. لأنه إحنا ما في دكتور بقعد ورا مكتب إلا يكون انفرز من المجلس الطبي كاختصاص ومن النقابة كطبيب. إحنا قدمنا امتحان صعب جدا حتى صرت لهم. أنا قعدت سنة كاملة أدرس بعد 6 سنين نعم. عشان أدخل الامتياز. أكيد. يعني نقابة الأطباء أكيد، يعني دكتورة شو بتحب توجه لها رسالة؟ أنا بوجه لها رسالة، نقابة الأطباء لها دور كبير ورنان ما شاء الله. نعم ورنان، وطبعا استنى أقول لك يعني على مستوى كل العالم مرات تبقى إدارة قوية مرات ضعيفة، لكن المبادئ موجودة. نعم. والخطة اللي بدهم يمشوا عليها موجودة. نعم. بغض النظر كان النقيب قوي كان ضعيف، لكن أنا I'm proud of it. ما شاء الله عليك. يعني كل الشكر والتقدير لنقابة الأطباء. يعني بضم صوتي إلى صوتك دكتورة لميس محمد حسن ملحم، أكيد دائما وأبدا نحكي الحمد لله على نعمة الأمن والأمان مدام وجد الاستقرار وجد الاستثمار. طلعتي خارج هذا الوطن وجيتي إلى هذا الوطن، يعني طلعتي يمكن دول أوروبية من مؤتمراتك ما شاء الله، وأفنيت الكثير والكثير من عمرك ما شاء الله في هذا الاختصاص وبطب الجراحة العامة. لو قابلت قاضي البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في ظل هذه القيادة الحكيمة الرشيدة،
وما بعرف تقبلتي معه ولا لا، لكن لو تقبلتي معه في ظل هذه الظروف شو بتحب توجهي؟ شوف أنا دايما كل مسؤول كبير زي جلالة الملك مثلا قبل هاي الأمة أكيد عليه حمل تقيل كتير كتير، والله يعينه وعن جد ما قصر. يعني فترة حكم الملك عبد الله أنا حسيت أشياء كتير كويسة صارت على مستوى الشباب، على مستوى الجامعات، على مستوى الأطباء، على مستوى الناس. يعني هو كتير متعاطف، وأنا بطلب يمكن أطلب إشي واحد من جلالته إنه فقط يدعم الخريجين الجداد لأنهم دائما مظلومين. أكيد. عرفت علي؟ يعني مثلا وين ما يقدموا شو معك خبرة؟ طب ما هو بتخرج هلأ مظبوط ولا أكيد لا؟ أكيد. وأنا عارفة إنه الملك عبد الله ما بيقصر. أكيد. دعم لهدول الشباب الخريجين. نعم. بديش أقول عن اختصاص النسائية ولا عن الجي بيز دكاترة، من كل الأطياف إنه الدعم يكون لهم حتى يقدروا يساعدوا في بناء البلد. أكيد. الله يحفظ قادر الوطن ونشكر الجهود ودعم. أكيد. إن شاء الله يعطي الصحة. اللهم أمين. ويفرض الأمن على هذه البلد، لأنه بالفعل أنا بقول لك أنا بشعر بكل الأمان لما أكون هون. أكيد. أكيد. أنا كنت أروح أولد في الليل الساعة 3 في الليل 4 في الليل، ألاقي نقط للشرطة في كل محل لدرجة صاروا يعرفوني هي هذه الدكتورة خليها تمرق. هدول لما أشوفهم أنا كتير بنبسط. في ناس بتضايقوا، لا ليش تتضايق؟ انبسط، معناته أنت نايم في بيتك بأمان، هدول صهرانين طول الليل. أكيد 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 بتوجيهات من جلالة الملك. أكيد. والله يحفظه ويحمى. أكيد. الله يحفظ قاضي الوطن ويديم نعمة الأمن والأمان والجنود المجهولين. أكيد. والجنود المجهولين ناش ننساهم. الله يقويهم يا رب، ناش ننساهم أبدا. نعم. جلالة الملكة رانيا لها دور مهم بنشاطات اجتماعية وثقافية وإنسانية، شو بتحب توجه لها رسالة أيضا؟ يا الله يعطيها العافية. ولو كان عندي وقت كان ممكن إني أساهم في أي إشي تطلبه مني، وأنا جاهزة. ما بتقصري وأنت ما بتقصري. وأنا جاهزة. أكيد ما بتقصري. حتى بدون مقابل أنا جاهزة. أتمنى إني أكون واحدة من ضمن اللي بيشتغلوا عندها في مؤسساتها الخاصة. ها هم الأردنيات دائما مرفوعات الرأس أمثال الدكتورة لميس محمد حسن ملحم. إحنا منحييك لهذا اللقاء ونشكر كل جهة دعمتك، ونشكر أيضا هذه العائلة الكريمة أكيد لدعم لهذا البرنامج الوطني أكيد. وفي نهاية لقاءنا أعزائي المشاهدين الكرام كنا أكيد مع سعادة الدكتورة لميس محمد حسن ملحم، وهي أشهر من أن تعرف كاختصاصية طب وجراحة عام ونسائية وتوليد في مخيم البقعة، ولها صولات وجولات خارج هذا الوطن ومؤتمرات عالمية ومحلية. كل احترام والتقدير لحضرتك، والله يعطيك العافية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا. الله يعافيك.